السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يوسف مدير فندق الأبرار الذهبي. استقبلنا الحضارة المغاربة على أكمل وجه الحمد لله، واستقبلهم أحسن استقبال، والحمد لله الحضارة وصلوا مننا والأمور مستقرة الحمد لله، والناس مبسوطة معانا، مفيش أي طلب للطلوع إلا قبل ما يطلب الطلب يكون خالص أصلا. الحمد لله يعني مستقرة والناس مبسوطة عندنا الحمد لله وكله تمام. استاذ كم العدد ديال الحجاج اللي عدد الحجاج 350 حاج. 50 حاج المدة الزمنية اللي غادي تتوقع هنايا عدد 350 حاج. عايزينهم هيطلعوا عشان هم دخلوا مع بعض، كلها دخلوا مرة واحدة، هيطلعوا إن شاء الله مرة واحدة هيطلعوا للمدينة عشان لسه ما راحوش المدينة. ان شاء الله ممكن 10 ايام كده ونطلع المدينه اصلا. الخدمات استاذ اللي هنا تتقدموها هنا في الفندق الابرار الذهبي، خدمات الاكل والشرب كله على متابعه كبيره من صاحب الفندق ومننا والمسؤولين في الاداره وفي الاداره بيتابعوا كل شيء اول باول معانا. الحمد لله احسن حاجه بتتقدم وفي اشراف عليها كمان كل يوم ويوميا وبنفسي. ليس هناك اي يعني التعقيب من الحجاج او من الحجاج شاعرين بالارتياح او هناك بعض؟ لا كله الحمد لله بالارتياح، كله قاعد بيرتاح معانا وكله مبسوط، حتى كفايه الضحك اللي احنا بنشوفه لهم وكله الحمد لله. حتى في المطعم ما فيش حاجه بتبقى ناقصه، كله بتاكل كامل، في ما بتفتحش اللي بيكون كامل ومظبوط، وانا اللي ببقى واقف قبل ما يتفتح لازم اشوفه كامل قبل ما افتحه. وصل كم سنه تستقبلون الحجاج المغاربه هنا؟ كم سنه؟ يعني هنا حوالي ممكن 6 سنين. 6 سنين كل سنه معانا. 6 سنين متواصله مع بعض والحمد لله. يعني احنا بنحب الحجاج المغاربه، يعني بنحب الشعب المغربي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي إسلام الحسيني، مشرف ومدير مطعم أبرار، مطعم الإعاشة. عندنا هنا الحمد لله البعثة كويسة، مفيش فيها أي حاجة، البعثة مفيش أي مشاكل،
الحمد لله. اي مشكله بتظهر بنحاول نحل نحلها على قد ما نقدر وعلى قدر استطاعتنا. طبعا مش هقول لكم ان الدنيا كلها ورد، يعني اكيد في مشاكل بتظهر، بس احنا الحمد لله بنتدخل فورا وبنحلها، ما بنخليش الحجاج يشعروا باي نقص باي حاجه. طبعا النهارده بنفتتح ميعاد الغدا، دلوقتي هيبدا الساعه 1 وهينتهي الساعه 4، وعندنا كمان في الفطار الصبح ميعاده من 7 لحد الساعه 10. معانا هنا طقم ستاف كويس جدا، والناس بصراحه بتبذل مجهود كبير جدا وغير عادي. انا شخصيا عيان اهو تعبان، ومع ذلك واقف في قلب المطعم عشان خاطر اباشر شغلي واباشر عملي، بحيث ان احنا ما نقصرش في اي حاجه في خدمه الحجاج. كذلك برضو معانا الناس هنا كلها تعبانه والله، ومع ذلك برضو واقفه على رجليها وقادره انها تكمل الشغل بتاعها على ما يرام. اكيد طبعا لو في اي حاجه طبعا تقدروا تكلمونا عليها مباشره، واحنا نقدر نحلها على طول فورا، مش هنستنى ان احنا بقى نكلم حد او نعمل حد، لا هنحلها على طول مباشره. ونتمنى يا رب التوفيق من الله، وان شاء الله ترجعوا بلدكم سالمين. بعتت الحجاج اي جنسيه؟ طبعا انا مصري. لا مصري. الجنسيه البعثه للحجاج، بعثه الحجاج هي بعثه مغربيه، طبعا فيها بعثة جميلة جدا، بعثة فيها مستويات عالية جدا، فعشان كده احنا تم اختيار المطعم هنا بعناية، وتم اختيار الاستاف بعناية كبيرة جدا عشان خاطر نأدي الخدمة بالشكل المطلوب. نشوف الكاميرا كده عشان نوضح بس الايتيمات اللي موجودة على البوفيه. هنا طبعا في رز، احنا بنسميه عندنا في السعودية رز كار، يعني رز بسمتي، يعني بنسميه هنا رز بسمتي. كمان عندي بامية اللي احنا بنسميه، بنسموها عندكم في المغرب ايوه ملوخية. كمان عندي هنا فراخ، طبعا في صدور وفي وراك، كل ايضا برضو في عندي شوربه. كمان لو دخلنا بالكاميرا كده شويه، طيب حشو طبعا عندنا هنا طبعا في بعض السلطات اللي احنا ممكن نستخدمها في الكوفيه، زي الترشي، زي سلطه الكروم، زي كمان السلطه الخضراء العاديه. كمان طبعا بيبقى موجود عندنا وجبه اساسيه، او بيبقى موجود عندنا نوع من الفاكهه اساسي كل يوم. ممكن نجيب تفاح، ممكن نجيب برتقال، ممكن نجيب موز. النهارده عندنا موز، تمام؟ في طبعا الكلام ده بيتم على حسب طلبات الحجاج، يعني احنا الحجاج بيطلب مثلا النهارده عايزه تفاح، فبنضطر ان احنا ثاني يوم نجيب تفاح، والحجاج مثلا بتطلب عايزه موز، يعني امبارح طلبوا موز بطريقه يعني فظيعه، الحمد لله احنا النهارده موفرين الموز. كمان بالاضافه عندنا خبز طبعا طازج كل يوم بيجي بيومه، اي حاجه ما بتبقاش في مطعم الابرار، يعني مثلا احنا بقينا جزء من العيش احنا خلاص ما بنبقاهوش، بنرجعه المطبخ ثاني، بالاضافه للسخن للميه اللي طبعا اللي بيقدر كل حاجه ياخد منها ضروره. طبعا هنا الكميات معروفه، يعني اي حد عايز ياخد تاني مفيش اي مشكله، احنا ما بنمنعش باي حاجه، بالعكس احنا الحجاج لما بتيجي تاخد حاجه بنقول لهم خدوا وانهوا الاكل بتاعكم، احتاجته تاني احنا ما عندناش مشكله، الاكل موجود ومتوفر طوال ايام الاسبوع، موجود متوفر، عشان في بعض الناس بتقول ان احنا الاكل بتاعنا خلصان، لا الاكل موجود بتاعنا متوفر طول ايام الاسبوع في المواعيد بتاعتنا الرسميه، من الساعه 7 للساعه 10 ده الافطار، ومن الساعه 1 للساعه 4 ده الغداء. لو في اي تعليقات او اي حاجه، طبعا احنا بنحب نسمع كيفيه التعامل الحجاج المغاربه معاكم. بصراحه يعني التعامل راقي جدا، يعني انا بصراحه من احسن البعثات اللي انا شفتها، التعامل هنا راقي جدا، مستويات عاليه جدا، ناس فعلا متحضره مثقفه، بتعرف ازاي تعامل الناس كويس. نتمنى بس منهم يساعدونا في اداره المطعم بتاعنا، يعني احنا عايزين مساعده مش اكتر ولا اقل، يعني يساعدونا لما نقول حاجه يعرفوا ان الحاجه دي اكيد اكيد انها لمصلحتهم هم، يعني مش عايزين اي استعجال في الموضوع، لان الاستعجال طبعا بيؤدي لعواقب احنا نتمنى ان احنا ما ناخدش ليها. استاذ الاكل يخضع للمراقبه يعني التربيه؟ طبعا بيحصل مراقبه من جانب المطبخ شيف حمزه ومستر سابق مدير الاغذيه والمشروبات، وكمان معانا المسؤول اللي بيوزع الاكل ده على مجموعه الفنادق اسمه مستر حجاج. الاكل ده طبعا انا قبل ما انزله البوفيه لازم اخد تيست منه، يعني لازم اخد منه تيست ادوقه اشوف هو كويس ولا لا، هو موجود ولا لا، الطعم بتاعه كويس ولا لا، الملح بتاعه نفسه، في بعض الحجاج ما بتحبش الملح كتير نتيجه لان عندها سكر، احنا برضو بنراعي الكلام ده عندنا في المطعم بتاعنا. شكرا استاذ عفوا يا فندم، تحت امرك.